سنتحدث الآن عن الحلقة while، ولكن قبل البدء لابد من الإشارة إلى البرنامج الذي قمنا بمناقشته في التسجيل الأخير. هنا نلاحظ كما ذكرنا أن حلقة فور الأولى مسؤولة عن عدد الأسطر، وحلقة فور الثانية مسؤولة عن عدد الأعمدة، ولكن يجب الانتباه أن الحلقات تمثل عدد الأسطر وعدد الأعمدة مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الترتيب لعناصر المصفوفة، أي أن المصفوفة A I تمثل الأسطر و J تمثل الأعمدة. فلو قمت مثلا بقلب J I وقمت بالتنفيذ ستصبح مهمة الحلقات متعاكسة تماما. هذه الملاحظة الأولى. أيضا نلاحظ أن البرنامج يعطيني تحذير the variable A appears to change size on every loop iteration، وهذا يدل على أن حجم المصفوفة يتغير مع كل تنفيذ للحلقة، ومن أجل ذلك بإمكاني أن أجعل المستخدم بتحديد أبعاد المصفوفة أو المصفوفتين بعدي المصفوفة عند تشغيل البرنامج. فمثلا لو قمت بوضع A equal input enter number of column ومن ثم B number of rows ومن ثم قمت بتعريف مصفوفة A لها قيم صفر، قيم عناصرها صفر، و بعديها A فاصلة B، وجعلت الحلقتين A و B. بهذه الطريقة نلاحظ أن البرنامج أصبح خالي من أي نوع من تحذير أو الأخطاء، يمكنني تنفيذه والحصول على النتائج المتوقعة كما والمماثلة التي حصلنا عليها في التسجيل السابق. الآن دعونا نبدأ بالشرح عن حلقة while. سأقوم بطباعة help while من أجل استعراض سريع لهذه الحلقة. help while repeat statement on indefinite number of times، يعني إلى عدد غير معروف من المرات، وهذا يعتمد على الـ expression. وهذا يعتمد على الإكسبريشن، فبناء على هذا التعبير يتم تكرار الحلقة. فبمجرد أن يقوم بإعادة صفر منطقي بدلا من واحد منطقي سيتم إيقاف الحلقة والخروج منها مباشرة، وتبدأ الحلقة while بwhile وتنتهي بend. والستيتمنت هي عبارة عن السطور البرمجية التي سيتم تنفيذها عند تنفيذ الحلقة، أي عندما يتم إعادة واحد منطقي من الـ expression. دعونا نأخذ المثال التالي. لو فرضنا n تساوي الواحد while broad الواحد للـ n أصغر للألف، هنا سيتم حساب عامل العدد n، فلو كان أصغر من الألف سيتم تنفيذ n تساوي n زائد واحد، ويتم إغلاق الحلقة. نلاحظ أن قيمة n أصبحت مساوية لسبعة، أي أن لدي سبع قيم، أي أن القيم من الواحد حتى السبعة العامل يساوي أقل من الألف. أما لو كانت قيمة n مساوية لثمانية فإن قيمة العاملية ستكون أكبر من الألف. نتأكد من ذلك بوضع ثمانية. نلاحظ أن قيمة العاملية لو وضعنا سبعة نلاحظ، لو وضعنا ستة نلاحظ أن العاملية 720، وبالتالي القيم من الواحد حتى الستة هي المحققة لهذا الشرط، وتم تكرار هذه الحلقة عدد مرات مساوي لعدد مرات تحقق هذا الشرط. لاحظوا لو قمنا بإعادة تنفيذ البرنامج ولكن
قمنا بتغيير هذه القيمة، قمنا بتغيير هذه القيمة، فلو وضعت بدلا عنها الرقم بدلا من المئة وضعت الرقم مليون على سبيل المثال، نلاحظ أن قيمة n ستكون 10.